السلام عليكم. انت اذا كنت تسحب راتبك من صراف آلي اي تي ام او من منفذ، خم اذب هاي الوصولات. يعني اللي يذب هاي الوصولات تصدق تحكيه. انت تدري هذا مستمسك رسمي لو ما تدري؟ تدري استاذ هذا من تسحب انت من الصراف الآلي، هذا برقم حسابك، يعني من خلاله يوصلوا لك، وهذا باسمك الثلاثي. يعني مثلا انت ذبيتهن، اجى واحد، يعني واحد اخذ هاي الوصولات مثلا وذبهن في اي مكان، بي مشكله، بي سرقه، باي شيء، من خلال هذا الرقم يوصلوا لك انت وتبتلي وتبتلي وسالفه لا على البال ولا على الخاطر. يعني شو لك بهالاطلاب هاي؟ انت هذا الاي تي ام يقول لك تريد وصل؟ لو ما تريد نعم او لا، ما تريد لا تسحبه، واذا ردت اخذه شققه يا اخي وذبه بالزباله. وهذا همين هم انت تاخذه، هذا باسمك الثلاثي، ترى هذا باسمك الثلاثي من منفذ، اسمك موجود الثلاثي، تاخذه شققه، لا تذبه هيجي، لا تذبه هيجي سالم كل شيء ما بيه وتذبه بالشارع، شققهن وذبهن بسله المهمله، لا تعوفن هيجي لان اي واحد ممكن يستغلها. اكو يا اخوان اجلكم الله اولاد الحرام هواي ممكن يستخدم هاي الاوراق بتنفيذ مآرب الدنيئه، فلا تطوهم فرصه. اسال الله انه يحفظكم ويحميكم وحرصوا على هاي، لان هاي مستمسكات رسميه.